والله العظيم يا كون درتو واحد القضية يا هاد العيالات حتى نقضيو عليهم. والله إلا ما يوليو جايبو سو علينا أجي حتى نمشي ليا هاد الزوال. يا كون واش نديرو؟ غادي نبقاو الحواوي غير بعضية. أنا واحد الرجل ديما مخاصم مع مرتو. واحد النهار وهي تسمع ديك المرا ميتة واجاو الناس غسلوها كفنوها غاديين بها للروضة يدفنوها. الناس غاديين كيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. راجلها غادي معاهم وكيضحك ويدور فيه واحد قالوا شريف وانت ميتة ديك المرا وكتضحك. فقالوا أنا اللي كنضحك وعارف علاش كنضحك. قال له علاش كتضحك؟ قال له شتي هاد المرا؟ قال لي مالها؟ قال لي وحق الله العظيم يا من نهار تزوجتها ما عمري عرفتها فين غادية حتى اليوم. قال لي خليش هذا واحد 3 أيام ولا 4 أيام الناس كيهضروا عليه. شتي داك فلان اللي كان ديما مخاصم مع مرتو؟ والله العظيم إلا لقيناه في الروضة قاعد حدا القبر وكيقرا عليها القرآن. قال لي واحد محال يقرا عليها. قال تاي يقرا عليها. قال تخاطرو خاطرو أنا نمشيو نشوفو واش كيقرا ولا لا. كيتخبا وحدا هاد القبر حدا هاد القبر حدا هاد القبر حتى قرب وحداه. عرفتي ملي قرب وحداه اش لقاو كيقول؟ علي الدود علي. قالوا مرا؟ قالوا ايه. قالوا كيفاش نديرو؟ قالوا غنقلبو عليها ونسهروا ونقلبوا عليها حتى نلقاوها هاد الدنيا. ومني نلقاوها كل واحد منا يطلب منها داكشي اللي بغا. وي هاد البلاد ويعمروا هاد البلاد يا خويا هاد البلاد ويعمروا هاد البلاد. حتى جاوا لواحد البلاصه داهم النعاس نعسوا. اليهودي ضرباتو الفيقانات بكري خلى المسلم ناعس والنصراني ناعس والدم غادي. كيتلاقى مع الدنيا مرا صباح الخير لاباس بخير فين غادي؟ قال لي هاكا نقلب على الدنيا. قالت له هي انا مالك اش خصك؟ قال لي انا بغيت تعطيني التجاره. قالت له راه يديك سير التجاره فهي اليك. واش كاين اللي يقضي على اليهود في التجاره؟ لا العالم كاينش اللي يقضي عليهم. النصراني ضرباتو الفقار قال اليهودي ما كاين. خلى المسلم ناعس وناض حتى هو كيقلب جري 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 تلاقى مع الدنيا. صباح الخير لاباس كي داير بخير فين غادي؟ قال لي كنقلب على الدنيا. قالت له هي انا اش خصك؟ قال لي بغيت التجاره. قالت له التجاره داها اليهودي. قال لي والا الا ما عطيني غير الصنعه. قالت له راه يديك الصناعه فهي اليك. كاين اللي يقضي على النصارى في الصناعه؟ لا غادي انا ولد القحبه انا كنت طالع الشمس عاد جاي كيجري اتلاقى معاها صباح الخير لاباس فين غادي؟ قال لي كنقلب على الدنيا. قالت له هي انا سربي دغيا اش بغيتي؟ قال لي التجاره. قالت له داها اليهودي. قال لي اعطينا هي الصنعه نضربو جماله. قالت له داها النصراني. قال لها الليله ما عطينا هي شي حويه في هذا الصباح. قالت له انت هي راه يديك سير فهي اليك. تبقى هاد الحوار ما عطيناش حل. راه هادشي اللي عطاتنا الدنيا في حقنا حنا النصارى كاع تيصوروا العاقه ويجيو هنا يتحووا. كاين اللي تيسحبوا النصارى. قال ليه مراكش راه كيجيو الطبيعه القلاوي يلا كل ما الحوايج تطلع عليك شي واحده. هي اللي كاينه شري واحد جوج النصارى شادينهم واحد جوج الحروبيه كيحويو فيهم. واحد تيحوي في واحد النصراني لهيه والاخر تيحوي هنا. هذاك العروبي خدام تيحوي هو يعيط على صاحبه واه كبور. الاخر كايحوي قال لي ها ما قال له هادو اللي كنحوي واش ما عرفتيهمش؟ قال لي هذاك لا. وقال لي راه هادو هما اللي كانوا مستعمريننا. والاخر كايحوي قال لي ودريين فينا ودي علاش راهو عليهم علاش علاش هذا باهي يحوي يبقى الاستعمار هنا.